السلام عليكم، الاسم محمد المكاوي من بولمان حي الإداري، وكنشكر جمعية أدرير على هذه المبادرة الطيبة اللي كدير. ويعني هذه المبادرة راه كتمكن بزاف ديال الناس، كيستافدوا منها كثير من الناس. كنشكروا هذه الجمعية اللي عاونتنا في الاختنا ديال الدراري. هذا النهار ديال السبت اللي هو 20 يوليوز، هذه تتم عملية الختان لهذا العام. وصلنا أزيد من 283 طفل، فهذا رقم قياسي نظرا للظروف اللي كنحاولوا نخدموا بها، ظروف اللي كتكون جيدة في ما يخص الصحة. فالسبت الماضي كانت عملية التحاليل اللي بطبيعة الحال جمعية ملتقى أدرار خدات على العاتق ديالها هاد المصارف ديال التحاليل، والحمد لله كنا دوزنا 286 تحاليل اللي كلها أعطت النتيجة ديالها وباش تسمح ليهم يطهروا. فهاد النهار مع 7 صباحا بدينا عملية الطهارة، وتتستمر تتستمر لأنه كتعرفوا العدد ديال 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 الاطفال اللي هي ما سهلاش، تقريبا غادي 300 طفل. وبهذا المناسبه كنشكر الطاقم الطبي اللي تعبأ بجميع الخبره ديالو بجميع المعدات الاخيره باش دار هذه العمليه الختان في ظروف جيده. وهذا بطبيعه الحال الانفتاح ديالنا على البعد الاجتماعي، لانه المنطقه هشه. وفي هذه العمليه ديال الختان كاينه كذلك كتوزع واحد الدعم للعائلات المحتاجه، لانه كنعرفوا عمليه الختان ما يمكنش ما تدوش بلا ما يفرحوا بالطفل. فكل عائله الحمد لله كتلقى واحد المعونه، وحنا نبغيو طبيعه الحال نحسنوا هذه المردوديه، ولكن الامكانات ديالنا محدوده. وكنشكر بهذه المناسبة المدعمين والمحسنين اللي تيحاولوا ينجحوا هذه العملية الختان، لأنه عملية اجتماعية ممتازة وتتعرف واحد تضافر الجهود ديال السلطات المحلية وكذلك البلدية اللي هي ديما شريك ومنظم لهذه العملية ديال الختان. فكذلك كنشكر الأعضاء ديال الجمعية ديالنا اللي كل واحد كيتجند عن بعد ولا عن قرب اللي إنجاح هاد العملية الختان. وكيف تعرفوا أنه عملية ما سهلاش، طهر أزيد من 283 طفل. هذه عملية اللي هي بطبيعة الحال خصها واحد الجهد، خصها ترتيبات تكون مسبقة، وبطبيعة الحال تضافر الجهود ديال جميع الشركاء اللي الحمد لله احنا مفتخرين بهذه العملية كل سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتواجد اليوم 20 يوليوز 2019 بمدينة بولمان بدعوة من جمعية ملتقى أدرار، وهو حفل الختان الذي كان عدد الأطفال المسجلين أكثر من 285 طفل، بمشاركة مع إخوان طاقم طبي وكذلك دكاترة
مشرفين على هذه الحملة التي مرت في جو بهيج بفولكلور شعبي الذي توج كذلك بمناسبة هذا المهرجان الثقافي لجمعية ملتقى أضرار. نشكر السلطات المحلية، نشكر السيد قائد مدينة بولمان الذي نشكره على حفاوة الاستقبال والترحيب، كذلك نشكر كل أعضاء جمعية أضرار أو ملتقى أضرار للثقافة على الصدر الرحب والترحيب. نشكر كذلك الطاقم الطبي على رأسهم الأخ حسن العلاوي من مدينة فاس على هذه المبادرة الطيبة والتي أحيينا فيها الرحيم وصلة الوصل التي كنا نلتقي في مهرجانات أخرى. هذه الحملة التي هي عبارة عن دعم معنوي ولعائلات فقيرة تحتاج لعملية الختان، وكانت هذه العملية مجانية من كل أطقم الطب وكذلك المساهمين. نشكر كذلك كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الحملة الختانية، ونتمنى مزيدا من التوفيق للجمعية التي نظمت وهي جمعية ملتقى أضرار ببولمان